السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بألف خير. نرحب بكم برياض ومدارس الوطن العربي. تحدثنا بالأسبوع الماضي عن صفات الماء. صفات الماء أن لا لون له ولا رائحة ولا طعم. أما درسنا اليوم عن مصادر المياه. الماء أساس الحياة، ما أجمله عندما ينزل من السماء على الأرض الميتة فتحيا بإذن الله وتتزين بأجمل النباتات والورود في منظر بديع يسر الناظرين. سوف نتطرق الآن يا طلاب الأعزاء إلى مصادر المياه. نرى في هذه الصورة الجميلة صورة غيوم في السماء، فهذه الغيوم تنزل منها الأمطار، ومن هذه الأمطار نحصل على المياه. إذن أول مصدر من مصادر المياه هي مياه الأمطار التي تنزل علينا من الغيوم الموجودة في السماء. الآن أمامنا صورة بحار، وهذه البحار تمتاز بأنها كبيرة والمياه فيها كثيرة، فمياه البحار أيضا نأخذ منها الماء، والماء الموجود في هذه البحار هو أيضا من السماء ومن الغيوم، فالغيوم عندما تنزل منها الأمطار تتجمع في هذه البحار ونستخدم المياه الموجودة في هذه البحار الكبيرة. ثالثا، نرى هذا المنظر الجميل، إنه منظر أنهار. هذه الأنهار تمتاز إنها أصغر من البحار، وأيضا هي تساعدنا بالحصول على المياه التي نستخدمها في حياتنا ولا نستغني عنها أبدا. نرجع ونكرر، مصادر المياه أيضا. رابع مصدر من مصادر المياه الآبار. نرى بهذه الصورة صورة آبار. هذه الآبار توجد في المنازل وأيضا توجد في المزارع. هذه الآبار الموجودة في المنازل والموجودة في المزارع تتجمع فيها مياه الأمطار لكي نستفيد من هذه المياه، نستفيد منها في الشرب، في الزراعة، في التنظيف، فالحياة هي أساسها الماء، ولا غنى عن الماء في هذه الحياة. الآن نريد يا أحبائي أن نكرر مصادر المياه ومن أين نحصل على المياه. ذكرنا أولا من الغيوم الموجودة بالسماء، إذن أول مصدر من مصادر المياه هي مياه الأمطار. أيضا من مصادر المياه البحار الواسعة. أيضا ثالث مصدر من مصادر المياه الأنهار التي هي أصغر من البحار، ورابع مصدر من مصادر المياه الآبار التي توجد في المنازل وتوجد في المزارع وتساعدنا على الحصول على المياه. بعد أن ذكرنا يا أحبائي وتعرفنا على مصادر المياه، أريد منكم أن تحافظوا على هذه المياه وعدم هدرها. لولا الماء لجفت الأرض ومات الزرع. لولا الماء لماتت الأسماك وجميع المخلوقات البحرية. أما الآن أريد أن أتحدث عن كيفية استهلاك واستخدام المياه.
يا طلابي الأعزاء، عندما نقوم بفتح الحنفية يجب عدم فتحها كثيرا وهدر الماء والإسراف فيها، بل أفتحها بطريقة مناسبة وأغسل يدي ولا أصرف في الماء. أيضا عندما أفرشي أسناني أفتح الماء بطريقة مناسبة ولا أفتحها بطريقة خاطئة وأسرف في الماء كثيرا. أيضا عندما ننظف الصحون والأواني يجب عدم هدر الماء وعدم الإسراف فيها. أيضا عندما نسقي الزرع نسقيه بإبريق من الماء وعدم تشغيل البربيش لأنه يؤدي إلى صرف الماء بطريقة غير صحيحة.